طيب، صباح الخير يا شباب. اليوم ان شاء الله بدنا نخلص اخر موضوع في السيرش استراتيجيز اللي هو متعلق بالادفيرسرال سيرش. طبعا برجع بذكركم انه احنا اخذنا 3 انواع من السيرش استراتيجيز، ضروري جدا ان انت تفرق بيناتهم: uninformed, informed وادفيرسرال سيرش الجوريثم. خلصنا الانفورمد وخلصنا الانفورمد، خلصنا في البدايه الانفورمد الانفورمد عفوا، تمام، اللي هو البست البريدث فيرست والدبث فيرست. بعديها خلصنا الانفورمد اللي بيجي تحتي البست فيرست والاي ستار. واليوم ان شاء الله بدنا نحكي على الادفيرسرال سيرش الجوريثمز واللي مستخدم في الجيم بلاينج، لانه الخصائص او طبيعه الالجوريثمز هذه انه في تبادل الادوار. تمام، طبعا هذا عبارة عن الباب السادس من كتاب Artificial Intelligence Modern Approach لراسل ونوفرينج. تمام، وعشان تعرف احنا وين موجودين، موجودين في هاي او طبيعة الانفايرومنت، انه هاي الانفايرومنت اللي احنا بنشتغل عليها Fully Observable Multi Agent. ليش Multi Agent؟ لانه انا في عندي لاعب بلعب ضد لاعب تاني. تمام، sequential discrete، فبالتالي هنا game tree search. بدنا نحاول نحول الجيم ل search tree. اذا حولتها ل search tree خلاص بتقدر تطبق عليها search algorithm. هاي الفكره في الموضوع. طيب، هجيت بدنا نشوف انه احنا بدنا نحاول نعمل، يعني المشكله من يعني مش الادفيرسرال سيرش، انه الحاجه لها بتكمن انه لما يكون في عندي مشاكل، على سبيل المثال انه لما بدي احاول اعمل بلين اهيد في انفايرومنت او في عالم، وانه الايجنت الثاني بتعمل بلانينج اجينست اس، زي العاب الاستراتيجي جيم، انه انت يعني بتخطط او بتلعب بطريقه معينه والابوننت بيخطط او بيلعب ضدك. تمام، وطبعا اكثر يعني افضل مثال على هذه الشغله اللي هو البورد جيم. وعشان اوضح لك الفكره، انه على سبيل المثال افترض انه في حاله من الحالات انه انت عندك في التيك تاك تو او في الاكس او جيم، بتعرفوها هذه الجيم اكيد، بدي احط اكس او، انه على سبيل المثال انه انا الاكس، انه انا عندي هنا اكس وهنا عندي اكس، والاو لاعب مره هنا ولاعب مره هنا، اكيد بطبيعه الحال حيختار ايش معناته انه بلينينج اجينست اس، اكيد بده يختار هاي افضل خيار بالنسبه له. ليش؟ في انا عندي سببين. ايش السبب؟ حيسكر عليا، هذه اول حاجة. والحاجة الثانية انه بعمل straight line، فهي مفهوم انه انت يعني قاعد انه انت بدك تعمل planning، بس في نفس الوقت في ناس ثانية بتعمل planning ضدنا. تمام، هاي معنات adversarial search algorithm. و adversary معناها خصم، adversary معناها خصم، لانه بطبيعة الحال انت بتلعب game ضد خصم اكيد. تمام، يبقى هنا بدنا نفترض بعض الاسامبشنز، تمام، اللي حتساعدنا انه احنا نعمل كونفيجريشن او سيت اب للجيمز او للانفايرمنت اللي احنا هنشتغل عليه عشان نقدر نحولها لسيرش تري. الاسامبشن الاول، في عندنا تو ايجنت والاكشنز تبعتهم الترنيت. الترنيت معناها بتناوبوا، دورك بعدها دوري بعدها برجع دورك دوري دورك دوري لغايه لما اللعبه تنتهي. تمام، هاي معنات الترنيت، انه في تبادل في الادوار او في تبادل في في الاكشنز. تمام، وفي برضو كذلك من الاسامبشن هنا، في عندي يفترض يوتيليتي فانكشن لكل ايجنت. تمام، والاوبوزيت للاذر، معنى ذلك انه انا باجي بقول انه والله انا عندي الجيم هاي بهذا الشكل او البورد هاي بهذا الشكل. تمام، بغض النظر شو حالة البورد، انا عندي هيك ومثلا على سبيل المثال هيك. تمام، انه هذه يفترض انه، وهنا في عندي او وهنا في عندي او. تمام، هذه يفترض انه نديها سكور معين من خلال اليوتيليتي فانكشن، ونفس الوقت انه بورد تانية التايز تبعتها مختلفة بده يكون في عندها برضو يوتيليتي فانكشن تانية. لازم احدد كل بورد ايش اليوتيليتي فانكشن او ايش الفاليو تبعت اليوتيليتي فانكشن عشان اقول والله هذه احسن من هذه. هاي الفكره في الموضوع. تمام،
طيب فبالتالي الانفايرمنت انا عندي فولي ابزورفبل انفايرمنت زي ما اتفقنا. نجي نقارن السيرش الجوريثم العادي بالجيم سيرش. تمام، السيرش العادي اللي هو كل الالجوريثمز السابقه اللي احنا اخذناها ما بيكون في عندي ادفيرسري، هذا اول اختلاف. تمام، لكن هنا في الجيمز ايش بيكون في عندي؟ هنا ادفيرسري، بيكون في عندي خصم. هنا ما بيكون في عندي خصم. لما انت تيجي تلعب 8 بازل في خصم عندك؟ ما فيش، تلعب لوحدك. تمام، لكن في التشيس او تيك تاك تو بيكون في عندك ادفيرسري. هذا من طبيعة انه هنا ما فيش خصم وهنا في خصم، هاي شغلة. الشغلة الثانية انه السوليوشن عندك في السيرش العادي هو عبارة عن هيوريستيك زي ما شفنا في الاي ستار. الاف ان الفانكشن انا عندي في الاي ستار هي عبارة عن ايش؟ الجي والاتش بالضبط، اللي هو عبارة عن المسافة عشان تنتقل لنود معينة بالإضافة للستريت لاين ديستانس من هاي النود للجول. تمام، فبالتالي هنا هي عبارة عن هيوريستيك لأنه أنت توجد الجول. لكن السوليوشن أنت عندك في الأدفرساري جيم اسمه استراتيجي، والاستراتيجي بتحدد الحركة تبعتك لكل بوسيبل اوبوننت ريبلاي. في هذه الحالة أنه أصلاً عندك الـ opponent unpredictable. شو معنات هذا الكلام؟ معنات هذا الكلام على سبيل المثال أنه أنت عندك في التيك تاك تو أنه أنت هاي البورد الأولى الـ initial state. تمام؟ كم احتمال أنت عندك؟ ممكن تلعب 9 لعبات مختلفة، يا بتحط هنا الـ X يا هنا يا هنا وهكذا للآخر. طب ماشي، هجيت اذا انت اخترت هادي على سبيل المثال، هجيت هو ايش ممكن يلعب؟ ممكن يحط لك الاو هنا، ممكن يحط لك الاو هنا، ممكن يحط لك الاو هنا، وانت شايف هيو نقط 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 انه تم احتمالات. بالضبط، شو معنات هذا الكلام؟ معنات بدي ارجع لك للنقطة هادي انه السوليوشن انت عندك استراتيجي. الموفز انت بتقدرش تحددها للنهاية للجول. ليش؟ لانه انت مش عارف اللاعب الثاني ايش حيختار. بس ايش بتصير تقول؟ انه لو اختار هذه حيكون وضع البورد هالقد، انه اليوتيلتي فانكشن الفاليو تبعتها، ولو اختار هاي بيكون هالقد، ولو اختار هاي. بس انت عارف ايش حيختار؟ مش عارف، تقدرش انه انت تتنبأ. فبالتالي بيعتمد على الاستراتيجي، وبتيجي تحتيها كل استراتيجي جيمز. تمام، واكيد لعبتوا استراتيجي جيمز زي هيك، يعني غير البورد جيم في انت عندك استراتيجي جيمز كتيره زي الايج اوف امباير، زي لعب تانية كتير. تمام، طيب هنا الهيوريستيك تكنيك اللي احنا بنستخدمه بوجود للاوبتيمال سوليوشن. احنا شفنا الاي ستار هو عباره عن اوبتيمال الجوريثم، لكن هنا الاوبتيماليتي بتعتمد على الاوبوننت. مش دائما بتزبط معي، مرات انه باجي يعني بقدر اجيب اوبتيمال سوليوشن في حال طلع لي يعني خصم معين، خصم تاني لا. تمام، وفي عندي عائق تاني كمان، انه هو في عندي تايم ليميت عشان انا اوجد الابروكسيميت سوليوشن. ايش معنى هذا الكلام؟ هذا الكلام انت تخيل انه هاي في الشجرة التفريعات تبعتها زي هيك، لسه في التشيس حتكون انت عندك اكبر بكتير من هيك. وطبعا انت في عندك وقت محدود، طبعا السيرش في هذا التري بياخد وقت، وانت مطلوب منك تلعب الدور تبعك خلال وقت معين، ما تتجاوزه. يعني على سبيل المثال انت بتلعب يعني خلاص متفق انه انت خلال جيجا لو ما لعبتش بروح دورك بهذا الشكل، فبالتالي الخصم مش هيستناك الى ما لا نهاية. تمام، فهذه برضو خاصية اضافية انه بتنضاف على الادفرساري جيمز. هنا الـ evaluation function، إيش الفرق بين الـ evaluation function هنا والـ evaluation function هنا؟ الـ evaluation function في السيرش بدون خصم إنه هي بتعمل estimation للcost من الـ start للgoal للنهاية. لكن هنا لكل game position بقدر إنه أحسب قديش إنه الgoodness تبعت الـ board هذه أو الـ game هاي بهذا الشكل.
برجع باجي بحكي لك هنا انه زي ما حكيت لك انه الايفالويشن فانكشن بتيجي بتحدد لك انه والله هذا وضع البورد بالنسبه لإلك افضل من وضع هاي البورد بكتير. طبعا هذا الكلام عن طريق ايش؟ عن طريق ايفالويشن فانكشن. تمام. يبقى الفرق في الايفالويشن فانكشن انه هنا دائما بتحسب لك الكوست من البدايه لغايه الجول. بدك تروح من في رومانيا بدك تروح من اراد لبوخارست بحسب لك التكلفه الكليه عشان تصل للديستنيشن تبعتك او للجول تبعك. لكن هنا في الجيم نقدرش نحسبه للجول, بس بقدر يحسب لك انه لكل بورد معينه لطريقه يعني حاله معينه انه ايش وضعك انت, وين حاطط الاكس وهو وين حاطط الاو, بيقدر يحسب لك قديش انه هي كسكور انه وضعها كويس بالنسبه لك. تمام. طبعا هنا امثله على هذا الموضوع اللي هو الباث بلانينج زي ما شفنا في ترافل سيل مان بروبلم او في البروبلم تبعت رومانيا. وهنا انه امثله عليها اللي هي التشيس والتشيكرز والأوثيلو والباكجامون. باكجامون اللي هي طاولة الزهر. تمام. نيجي نشوف أنواع الجيمز. أنا في عندي أنواع للجيمز من ناحية الخصائص, إنه الخصائص هذه ديترمينستيك ولا تعتمد على الحظ تشانس, ومن ناحية إنه الانفورميشن بيرفكت أو امبيرفكت انفورميشن. نيجي نشوف من ناحية إنه ديترمينستيك ولا تشانس. هجيت في التشيس او في التيك تاك تو, ممكن نضيف على هذه التيك تاك تو ديترمينستيك ولا لا؟ يعني بمعنى انه انت لو جيت اطلعت هنا انه كل الحركات محدودة معروفة ايش الحركات تبعتك, ليش؟ ما انت عندك هاي شكل البورد, هاي الانيشيال زي هيك انه البورد بتكون فاضية. تمام. فبالتالي انت عندك 9 حركات ممكنة, 9 possible moves. لكن خذ لي المونوبولي على سبيل المثال او طاولة الزهر, الحركة تبعتك كيف شكلها؟ بيعتمد على حجر الزهر. تمام. بيعتمد على التشانس. فهي مفهوم انه تشانس ولا ديترمينستيك. ديترمينستيك محددة ومعروفة, تشانس بيعتمد على شغلات زي مثلا زي حجر الزهر, مثلا زي المونوبولي. تعرف المونوبولي اكيد. تمام. او الباكجامون او طاولة الزهر. تمام. هذا من ناحية ديترمينستيك. اما من ناحية الانفورميشن بيرفكت او امبيرفكت, على سبيل المثال انه انت عندك في التشيس, التشيس بنعتبرها بيرفكت انفورميشن. ليش؟ البورد تبعتها واضحة, معروف عدد التايلز فيها, والانيشال ستيت تبعتها انه انت بتقدر تشوف حجارك وبتقدر تشوف حجاره, صح؟ يبقى بيرفكت انفورميشن ولا لا؟ كل المعلومات انت عندك موجوده. لكن في لعبه تانية على سبيل المثال زي مثلا الكارد جيم, انت عندك بطاقات وهو عنده بطاقات, بطاقات تبعته بتعرفها؟ فبالتالي هنا امبيرفكت انفورميشن. تمام. واضح ايش الخصائص يعني بخصوص اللعبه, انه ديترمينستيك او بتعتمد على التشانس, او انه الانفورميشن بيرفكت او امبيرفكت انفورميشن. هجيت البلايند تيك تاك تو, ايش المفهوم تبعها؟ التيك تاك تو العادي ديترمينستيك وبيرفكت انفورميشن, اما البلايند تيك تاك تو انه فعليا انت بتكونش عارف هو ايش لعب. يعني على سبيل المثال في التيك تاك تو العادي انه انا لعبت زي هيك, هو اجى لعب زي هيك. تمام. اما في البلايند تيك تاك تو وعلى هذا الاساس انه انا باجي بعمل انه لعبتي الثانيه, انه في العاديه انه والله حط زي هنا ممكن انا احط زي هيك, فلعبتي اعتمدت على كيف انا شفت هو لعب. لكن في البلايند انه المعلومات هذه ما بتكونش موجوده. يعني على سبيل المثال انه انت عندك اكس, تمام, هو لعب بس وين لعب مش مبين في البورد, بلايند. فبالتالي انت يعني يفترض انه انت تختار شغله انه يعني هنا انت بتعتمد على اللعبه تبعته. هنا
لا صعبة، فبالتالي هنا imperfect information. واضح يا جماعة؟ مفهوم؟ إيش البلاين تيك تاك تو؟ نيجي نشوف الجيم سيت اب. في أنا عندي two players، بدنا نعمل سيت اب لهي الشغلة وبدنا نعملها formulation as a search. إذا نجحنا إنه ضبطنا إنه اللعبة هي عبارة عن search tree، خلاص حلت، نقدر نطبق عليها search algorithm. في أنا عندي two players، إيش بدي أسميهم؟ واحد max وواحد min. مين اللي بيلعب أول؟ الماكس، تمام؟ وبيضلهم يتبادلوا التيرنز تبعتهم لغاية لما الجيم أوفر تخلص، تمام؟ والوينر بياخد أبورد واللوزر بياخد بنالتي، بنخصم عليه. طيب إيش بدي أحدد؟ أربع شغلات زي ما شفنا في البروبلم فورموليشن الباب الماضي، إنه بدنا نحدد أربع شغلات. إيش هي؟ الانيشال ستيت، كيف شكل البورد في التيك تاك تو؟ كيف شكل البورد كان؟ بورد فاضية 3 في 3 مثلا، واذا كانت انه اكبر بتكون، بس يعني بغض النظر عن السايز تبع البورد، بس البورد فاضية. لكن التشيس ايش الانيشال ستيت؟ ترتيبة معينة من الاحجار على البورد، تمام؟ هذه الانيشال ستيت بدك تصيغها، وبعديها بدك تعرف حاجة اسمها successor function. ايش الوظيفة تبعت successor function؟ تجيب لك شكل البورد، تجيب لك ترجع لك شغلتين list of move state pairs. لو لعبت زي هيك حيكون شكل البورد زي هيك، لو لعبت زي هيك حيكون شكلها زي هيك، لو حطيت الاكس هنا حيكون شكلها زي هيك، تمام؟ هذه successor function. بعديها في عندي حاجة اسمها terminal test، هناك كان اسمها goal test. ايش الترمينال تيست؟ انه بيجي بفحص انه الجيم خلصت ولا لا. وفينا عندي اليوتيليتي فانكشن، ايش الوظيفه تبعتها؟ انه بتدي لي نيوميريكال فاليو للترمينال ستيتس، مش بيزود وبينقص، لا بده يحسب. اذا انت يعني على سبيل المثال انه الفائز بندي له زائد واحد والخاسر ماينس واحد، تمام؟ او انه على سبيل المثال انه زيرو، انه لا فايز ولا خاسر. هذا كلام، خلينا نطبق المصطلحات هذه. هذه المصطلحات هاي حورجي لك اياها هنا، هذه الترمينولوجي، هذه الاربع شغلات حرجع اشرح لك اياهم هنا وارجي لك اياهم في الرسمه كيف، تمام؟ بس خلينا اول نحكي عن السايز تبع التري. في السايز تبع التري انت بدك تعرف حاجه اسمها بي، اللي هو البرانشينج فاكتور. زي ما شفنا في الايت في التيك تاك تو، كم برانش عندي؟ 9، تمام؟ طيب في التشيس كم برانش عندي؟ تقريبا 35. يعني انت في الانيشال ستيت كم حركة ممكن انت تعمل في التشيس؟ 35 حركة مختلفة، تمام؟ ممكن تحرك الجندي خطوة، ممكن تحركه خطوتين، ممكن انه تحرك الحصان، ممكن تحرك الجندي الثاني برضو خطوة خطوتين وهكذا، ممكن تحرك الحصان الثاني. فبالتالي انت عندك 35 possible moves، تمام؟ والدي هي عبارة عن number of moves by both players، عدد اللعبات لغاية لما نخلص اللعبة تبعتي وتبعته، مجموعهم هما الاثنين. في التشيس عادة، يعني ليش هو محطوط انه مش محطوط يساوي؟ لانه بيعتمد في بر، يعني على سبيل المثال انه لعبة بتخلص ب 90 حركة، في لعبة بتخلص 110، في لعبة بتخلص 113، فتقريبا حوالين 100، تمام؟ فالفكرة في الموضوع ان نقدر حجم الشجرة. قديش حجم الشجرة؟ 35 حسب هاي القانون، 35 مرفوع على القوة 100، بيطلع عندك هذا الرقم 10 مرفوع على القوة 154، متخيل؟ يعني 154 صفر، متخيل قديش كبيرة الشجرة؟ فبالتالي مش عملي جدا انه احنا ندور في تري كبيرة زي هيك، تمام؟ لكن في شجرة اصغر زي التيك تاك تو ممكن، لسه حنشوف فيما بعد كيف ممكن نعمل برونينج للشجرة هذه عشان نصغرها، تمام؟ طيب
زي ما شفنا انه انا باجي برتب اللعبه زي الجيم سيت اب، زي ما حكينا الجيم سيت اب انا عندي انه انا في عندي 2 بلايرز مين وماكس، باجي برتبهم زي هيك انه انا عندي هاي الروت تمام، ماكس مين دوره عفوا دوري دوره دوري دوره وهكذا. فبالتالي بعمل الشجره كلها بالكامل لغايه اصل للتيرمينال. ايش هي التيرمينال؟ اللي هي اخر مستوى بالضبط. حكيت هنا في اخر مستوى لو هو قدر يعمل ستريت لاين من الاو مع ذلك انه خسرت ماينس واحد، هاي مقصود باليوتيليتي فانكشن تمام. اللعبه سكرت زيرو، لا هو فاز ولا انا فزت. قدرت انا اعمل ستريت لاين زائد واحد بهذا الشكل. فبالتالي هنا بحسب كل المسارات زي هيك، باجي بقول انه هنا هذه البورد انا بخسر فيها ماينس واحد، هذه البورد زيرو لا انا رابح ولا هو رابح، هاي البورد برضو لا انا رابح ولا هو رابح. هاي البورد مثلا على سبيل المثال انا بفوز فيها، هاي التفريعات زي ما انت شايف هنا حاطط لك نقط 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 تمام. طيب بدنا نشوف المين ماكس استراتيجي. اسم الالجوريثم مين ماكس استراتيجي، يعني سيرش الجوريثم. يبقى look ahead and reason backwards. ايش معنات هذا الكلام؟ ارسم الشجرة كلها بالكامل. وين الشجرة؟ هاي الشجرة كلها بالكامل، واوجد لي المسارات اللي انا بفوز فيها. هاي هذا المسار زي هيك تمام، هدول بفوزش فيهم بالاضافة لهذا المسار على سبيل المثال زي هيك. هاي معنات انه look ahead واعمل backward. تمام، وريزون باكورد. فبالتالي انا بدي اوجد الاوبتيمال استراتيجي للماكس. بدي افترض انه المين انفيلابل. ايش معنات انفيلابل؟ بيقعش في اخطاء. ايش معنات هذا الكلام؟ معنات هذا الكلام انه نفترض انه انا في بورد زي هيك تمام، اعتقد انه رسمتها زي هيك قبل. زي ما حكيت انه هو يفترض انه هو ياخذ هاي، لكن هو ممكن يغلط، ممكن ما يسكرش علي يختار هنا، بس هو يفترض انه هو ياخذ هاي لسببين زي ما حكينا، انه هو بده يسكر علي وفي نفس الوقت يعمل ستريت لاين. فهي معقود، هاي مفهوم انه انفيلابل اوبوننت، انه الخصم بيقعش في اخطاء. طبعا انه في حال انه كان الخصم هيومن ممكن يقع في اخطاء، تفوته تكون مش شايفها، يعني بيكون بصره خدعه، فبالتالي بروح بيختار شغله انه ما بسكرش عليه تمام. لكن انا بدي اصمم هاي الشغله في الكمبيوتر، يفترض انه انا البوث بلايرز بيلعبوا بشكل اوبتيمال زي ما مكتوب هنا. يبقى هنا الاسامبشن انه بوث بلايرز بيلعبوا اوبتيمالي تمام. فبالتالي هنا given a game tree بدي اوجد الاستراتيجي، انه انا بدي اوجد الاوبتيمال استراتيجي، انه انا بدها تتحدد باستخدام المين ماكس فاليو لكل نود. يعني على سبيل المثال ناخذ شجره من مستويين تمام، وبدي احط نوتيشن. ايش النوتيشن هاي؟ انه مثلث لفوق معناته ماكس، مثلث لتحت معناته من تمام. فبالتالي انا عندي هذا عباره عن ايش؟ تيرمينال تمام. هنا انت بدل بديت بالماكس بتحط مثلث لفوق مثلث لتحت من. ايش معناته؟ انه انا بعمل كل الشجره وبعديها بروح بعمل لوك اهيد وبعديها بروح بعمل باكورد. انه على سبيل المثال انه هنا انا هنا ايش بدي اسوي؟ بدي احسب هذه النود قديش القيمه تبعتها. ما دام انا عند دور المين ايش معناته؟
بدي اختار المينيموم فاليو. المينيموم فاليو بين ايش؟ 3 و 12 و 8. ايش المينيموم فاليو بين 3 و 12 و 8؟ 3. شو معنى هذا الكلام منطقيا؟ زي كأنه انت بتختار شغلة بتقلل فرص الفوز تبعته. اختار للبورد او اللعبة اللي بتعمل ماكسيماز. يعني انا على سبيل المثال، مش هو هذا دوره؟ بدي اختار البورد اللي بتقلل فرص الفوز تبعته، وهنا بدي اختار الاكشن او الموف او البورد اللي بتزود فرص الفوز تبعتي. هاي معنى الكلام بشكل منطقي. وهنا نفس الشغلة، انه هنا في البرانش هذا 2 4 6، ايش المينيموم؟ 2، تمام. وهنا 14 و5 و2، ايش المينيموم؟ 2. طيب من هذول الثلاث قيم بدي انتقل للمستوى الاعلى الماكس، فبالتالي بدي اختار الماكسيموم فاليو بين 3 و2 و2، اللي هي عبارة عن 3، تمام. زي ما انت شايف هنا، انت في عندك 3 برانشز، A1 A2 A3، وكل برانش في له برانش فرعي، A11 A12 A13 و A2، عندك 2-1 2-2 2-3، تمام؟ واضح؟ طب لو كان في أكثر من مستوى، نشتغل بنفس الأسلوب. مستوى نروح نجيب منه المين، مستوى اللي بعده نجيب الماكس فاليو، مستوى اللي بعده بنجيب المين، مستوى اللي بعده بنجيب الماكس فاليو، وهكذا لغاية لما نصل للروت. طبعا هذا الكلام إنه السلايد إنه بالتدريج. هاي انت عندك 3 و12 و8، ايش المينيموم بيناتها؟ 3 و4 و2 و6، ايش المينيموم؟ 2 و14 و5 و2 2. وبعديها من ثلاث هدول قيم ايش الماكسيموم؟ اللي هو 3، زي ما انت حتشوف في السلايد اللي بعديها. ايش الالجوريثم؟ ركز لي في الالجوريثم عشان تفهم كيف انه بتصير هاي الشغلة بالتناوب. انت عندك هنا ثلاث دوال، الدالة الاولى اسمها من ماكس، هذا الالجوريثم كله بالكامل، تمام. ايش بتاخد؟ الستيت وبترجع اكشن، تمام. طبعا هنا بدها ترجع اكشن اللي بيعمل لي ماكسمايزنج من فاليو. يبقى هنا في المين ماكس ايش استدعيت؟ المين، صح؟ اللي هي عبارة عن هاي الدالة، هاي شايف؟ تمام؟ طبعا في المين انت بتفحص اذا انا موجود في التيرمينال اخر مستوى ايش بدك ترجع لي؟ اليوتيليتي، عبارة عن فاليو، رابح ولا فاق ولا خاسر. طيب غير هيك، لكل سكسسور، لكل تفريع ايش بدك تسوي؟ بدك تختار لي المين من الماكس. لاحظ انه في دالة المين فاليو انه انت بتختار المينيموم من الماكس فاليو، والماكس فاليو هاي الدالة وينها؟ هاي هالدالة، هاي الامبلمنتيشن تبعها ماكس فاليو. نفس الفكرة، اذا انا تيرمينال برجع يوتيليتي. غير هيك لكل سكسسور ايش بدي اسوي؟ هنا بدي اختار الماكس، تمام، من المين اللي هي هاي الدالة. واضح كيف بيصير التناوب؟ يبقى انت عندك من ماكس، تمام، ديسيجن جواتها بتستدعي المين، جوا المين بتستدعي الماكس، جوا الماكس بتستدعي المين، جوا المين بتستدعي الماكس، فبالتالي بيصير هيك ريكيرجن لغاية لما يصير بريك لواحدة منهم من خلال هذا الشرط اللي هو التيرمينال تيست. تمام شباب، واضح كيف الالجوريثم؟ واضحة الفكرة تبعته؟ من ماكس جواته بتستدعي المين، المين بيستدعي الماكس، الماكس بيستدعي المين، المين بيستدعي الماكس، الماكس بيستدعي المين، لغاية لما انه هادي شايف اللي انا بحوط لك اياهم زي هيك، هي اللي بتوقف انت عندك الريكيرجن. هذا ريكيرجن، تمام، بتوقف عندك الريكيرجن، تمام.
طيب هذا كلام انت شايفه زي هيك انه كبسودو كود انه صعب انه احنا نفهمه، خلينا نفرفطه هيك لستيبس مفهومة وواضحة. اول حاجة ايش بدي اسوي؟ بدي اعمل generate للانتاير جيم تري، بدي ابدأ من الروت لغاية لما اصل للترمينال ستيتس، واحنا اتفقنا المصطلح هذا، عشان هيك انه هنا بدنا نعرف مجموعة من المصطلحات، والمصطلحات هذه بدنا نسقطها على التري نفسها. ايش هي المصطلحات هذه؟ الانيشال ستيت، سكسسور فانكشن، الترمينال ستيت، واليوتيليتيز اللي احنا شفناهم في سلايد سابقه، بس هنا بدنا نسقطهم. هاي انت عندك الانيشال ستيت، طبعا هذا كلام للتيك تاك تو. الانيشال ستيت انت عندك بورد فاضيه، في جيم ثانيه هيكون شيء مختلف. طبعا عندك تيك تاك تو، انت عندك انت بتحط اكس يا او على الانيشال ستيت، بورد فاضيه لسه ما لعبناش. طب لتشيس احنا ما لعبناش، بده يكون عندك الاحجار مصفطه، انت عندك الصف الثاني بيكون فيه الجنود كله، والصف الاول بيكون مرتب بطريقه معينه، انه انت بتبدا من القلعه لغايه انه القلعه من الطرف الثاني. تمام. السكسسور فانكشن ايش الوظيفه تبعتها؟ انه بتجيب لك كل الحركات الممكنه، الليجال موفز. يعني هنا على سبيل المثال انه انت كم حركه ممكن تتحرك؟ 9 حركات. في الشطرنج حكينا كم حركة ممكنة؟ 35 حركة ممكنة. تمام؟ هاي السكسسور فانكشن. وبعديها انت عندك التيرمينال ستيت. ايش التيرمينال ستيت؟ هي عبارة عن اخر مستوى انت عندك في الشجرة. تمام؟ انه خلاص ما فيش تفريعة بعديها، بتكون الجيم سكرت. تمام؟ وفي انت عندك كمان مصطلح اللي هو اليوتيليتي فانكشن، انه لكل تيرمينال بدك تحسب يوتيليتي، انه هاي خسران، هذه لا ربحان ولا خسران، وهي فزت، انه حسب الشروط تبعت اللعبه، انه انت عندك هيك ستريت لاين للاو معنى ذلك انه انت خسرت، هاي انه سكرت اللعبه، لا انت فزت ولا هو فاز، وهي انه انت قدرت تعمل ستريت لاين زي هيك، وهكذا زي ما انت شايف هنا نقط 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 نقط. يبقى لكل الشجره كله بالكامل اخر مستوى بدك تفحص لي اليوتيليتي بالضبط. تمام. بعديها الخطوة الثانية، بدي أطبق اليوتيليتي فانكشن على كل التيرمينال ستيت، هذا شفناه. وبعديها بدي أحسب اليوتيليتي للهاير نودز بمساعدة مين؟ اليوتيليتي الموجودة في التيرمينال، زي ما احنا شفنا هنا. أرجع لك هنا، مش احنا هنا هذه اليوتيليتي تبعت التيرمينال استخدمناها لحساب اليوتيليتي اللي موجودة في الهاير نود، وبسوي هذا الكلام بشكل متعاقب لغاية لما أصل لوين؟ للروت. تمام؟ لغاية لما أصل للروت. يعني حسب المثال اللي احنا شفناه انه انت عندك التيرمينال هاي، هذه هاي شو اسمه؟ ثلاثة وخمسة وعشرة، المن لثلاثة وخمسة وعشرة أكيد إنه ثلاثة. تمام؟ هي حسب الرسمة هذه إنه أنت عندك هاي تيرمينال ثلاثة وخمسة وعشرة، المن ثلاثة. تمام؟ اللي هي النود اللي باللون الأحمر هاي، وهنا اثنين واثنين اثنين. بعدها ايش بدك تسوي؟ ماكس ثلاثة واثنين. معنى الكلام بدك تستمر في هذا الأسلوب لغاية لما تصل للروت. تمام؟ وبعديها بعد ما تصل للروت انت بدك تختار اللي هي الماكس فاليو او التوب موست او الهايست فاليو. طيب عشان احنا موجودين هنا في مستويين، لاحظ كيف انه المين ماكس الجورثم تطبيقه هو عبارة عن ماكس لمن 3 و 5 و 10 ومن 2 و 2. طبعا ايش نتيجة هذا الكلام؟ أيوة ثلاثة. وهذا الكلام إيش نتيجته؟ أيوة اثنين. واضح؟ يبقى أنت عندك اخترت الماكس
للقيم، بس القيم بدها تيجي تطلع من نتيجة المين، تمام؟ اللي هي مين 3 و 5 و 10 ومين 2 و 2 يبقى ماكس 3 و 2 في النتيجة النهائية 3. واضح؟ طب لو كان أربع مستويات، لو كان هذا كيف؟ شو المينيمم ماكس 2 بالضبط، تمام؟ يبقى هنا بده يكون من، بدل ما يكون في عندي قيم زي هيك، هذه محطوط قيم لأنه تيرمينال، صح؟ لو كانت مش تيرمينال، لو كان في مستوى، إيش بده يكون؟ هنا بده يكون ماكس، لا برضو ماكس، وهنا ماكس، وهذه برضو ماكس، تمام؟ هنا بده يكون في عندك أرقام جوا إذا كانت تيرمينال، ما كانتش أرقام إيش بده يكون؟ بده تحط هنا جواتها من، وهكذا، تمام؟ واضح كيف النستينج؟ تمام؟ هذه عشانها مستويين زي هيك، ماكس من من، لكن ثلاث مستويات بده يكون إنه بدل ما تكون هنا قيم، هنا محطوط قيم لأنه تيرمينال، بدل ما تكون قيم بده يكون ماكس، وهكذا. عبارة عن تيرمينال، افترضها يعني احنا يعني فرضناها يعني هي عبارة عن قيمة اليوتيليتي في التيرمينال، بغض النظر يعني انت عندك في التيك تاك تو ممكن تكون قيمة معينة، في قيمة التشيس بتكون شغلة تانية. كيف؟ ايش يعني كل جزء؟ مش هذه عبارة عن تيرمينال يعني في بتشكل انا عندي بورد معينة، ترتيبة معينة من البورد، صح؟ اليوتيليتي يفترض ان انا اعرفها، اجي اقول والله وضع البورد هذه 3 ووضع البورد هذه يوتيليتي فانكشن او ايفالويشن فانكشن 5 وهي 10. زميلكم مش بيسأل يا شباب انه هذه القيم، طب ماشي اوكي، يعني انه احنا فارضينها هالجيت، بس احنا فارضينها عشان انه احنا نفهم كيف المين ماكس الجورثم بيشتغل، لكن فعليا اليوتيليتي فانكشن انت بدك تحطها، وانت بدك تخليني اخفز وين؟ هنا. انه انا كيف بدي اعمل utility function او evaluation function للتشيس؟ انا بدي اعملها formulation، زي ما شفنا البروبلم تبعت رومانيا انه احنا عملنا heuristic function هي عبارة عن straight line distance، وضفنا عليها هذه الاتش، وضفنا عليها الجي اللي هي عبارة عن الكوست عشان انت تنتقل من النود اللي انت فيها للنود هديك للنود ان، تمام؟ هنا انت بدك تحطها، فبالتالي الايفالويشن فانكشن بدك تعملها فورمليشن بهذا الشكل. W1 انه هي عبارة عن linear weighted sum، معنى ذلك انه انت عندك هاي F1 F2 F3 وكل واحدة في إلها ويت، تمام؟ يعني على سبيل المثال F1 ممكن تعرفها انه هي عبارة عن number of white queens minus the number of white queens. ممكن W2 عفوا F2 تعرفها انه هي عبارة عن ايش؟ number of white horses minus number of black horses. كيف انا بدي احسب وضعي انه هو احسن من وضعه؟ مش انا بدي اعد قديش انا عندي احجار، انا عندي اكم كوين، اكم هورس، اكم كاسل، اكم كاستل موجودة، انا اكم قلعة عندي موجودة، مش هذه هي الحسبة؟ وكلهم نفس الاهمية، هل الكوين زي الكاسل او الهورس زي الكاسل؟ لا. فبالتالي هنا انت بتروح بتفترض انه والله W1 بدي اديها ويت عالي كتير، بدي احط لها 9، تمام؟ و W2 للهورسز، الهورسز اقل اهمية من الكوين، بدي اقول والله هذه 3 W2، يبقى W1 9 وهذه 3، تمام؟ طبعا هذه الاف هي عبارة عن حاصل طرح بين البلاك والوايت كعدد، تمام؟
ودبليو 3 ممكن أقول والله الكاسلز يعني إنه أهميتها مين أهم القلعة ولا الكاسل؟ عفوا القلعة ولا الحصان؟ القلعة. وهذا بيعتمد على رأيك، ممكن حدا تاني إيش يعمل؟ هيرستيك فانكشن أو إيفالويشن فانكشن مختلفة، إنه يدي أهمية أكتر شوية مثلا للهورسز على سبيل المثال، تمام؟ فبالتالي طب القلعة ولا الفيل؟ عرفت؟ فبالتالي زي ما انت عرفت هناك انه الستريت لاين ديستانس ممكن تزبط معاك وممكن ما تزبطش، هنا برضو نفس الفكرة، هذا الهيرستيك فانكشن او هذا الإيفالويشن فانكشن انت بدك تضعها. فبالتالي هذا نتيجة عبارة عن ايش؟ بيساوي رقم. شفت الرقم هذا اللي بيطلع في التيرمينال عبارة عن ايش؟ هذا بالنسبة للشطرنج. طيب لعبة تانية بدك برضو تعرف لها فانكشن وتحسبها حساب، تمام؟ احنا هنا عشان نحسب الالجوريثم كيف بيشتغل بدنا نفترض انه انا في عندي ارقام محسوبة وين موجودة في التيرمينال. كيف بدي احسبها للتوب؟ بدي امشي اسلوب من ماكس بهذا الاسلوب، واضح؟ طيب هنا ماكس من ماكس من خلاص هذا عبارة عن ايش؟ تيرمينال. قيم موجودة ولا مش موجودة؟ موجودة، تمام؟ مدام انا المستوى اللي فوق من 10 ولا بلس انفينيتي، مين أصغر؟ مين المينيموم؟ 10. طبعاً 5 ما فيش غيرها، المين للخمسة هي عبارة عن 5، والماينس 10 هيها ماينس 10. طيب 5 و7 مين المينيموم؟ 5. ماينس إنفينيتي ما فيش غيرها، ماينس 7 ولا ماينس 5 مين الأقل؟ ماينس 7. طب اطلع للمستوى اللي بعديه ماكس. ماكس للعشرة والخمسة 10، ماينس 10 ما فيش غيرها بتطلع، 5 ولا ماينس انفينيتي 5، وهنا 7 ماينس 7 انه ما فيش غيرها. طيب المستوى اللي بعده من بعده مينيموم 10، مين المينيموم؟ انا عندي 10 ولا ماينس 10؟ ماينس 10، وهنا 5 ولا ماينس 7؟ ماينس 7. بعدين الماكس مين اكبر، ماينس 10 ولا ماينس 7؟ ماينس 7، تمام؟ واضح النستنج كيف؟ هنا بده يكون انه انت تفكر فيها بهذا الشكل. فبالتالي هذه المين بده يكون جواتها ماكس، واذا كان في مستوى بعديه بده يكون جواته مين، وهكذا، تمام؟ زي ما انت شايف هيو ماكس من ماكس، تمام؟ من 10 وبلس انفينيتي بهذا الشكل الى اخره، وبتكمل الباقي زي هيك، تمام؟ طيب طيب خلينا نتوقف هنا وبنكمل المحاضرة الجاية.